يعني حضرتك دلوقتي هل في أعمال مسرحية الآن بتقدم للأطفال بشكل خاص؟ الأعمال التلفزيونية مثلا، عالم الأطفال، في أعمال تلفزيونية بتتقدم للأطفال؟ أنا بسألك. لا ما فيش. يعني أظن آخر عمل مصري بوجي وطمطم وبكار. ولا في حاجة تانية؟ دي من سنوات، من سنوات طويلة. رغم هقولك إيه، لما حصل إن ديزني قررت تعمل قناة بالعربي فجم مصر أوكي علشان يعملوا قناة ديزني بالعربي، ندبلج أعمالهم للغة العربية بالذات اللهجة المصرية. فلما جم مصر في عدد كبير جدا من العاملين بالحقل الفني اشتغلوا في الترجمة وفي التمصير وفي ترجمة الأغاني وفي إخراج الأغاني. يعني في موسيقيين كتير اشتغلوا إنهم يخرجوا الأغنية عشان الممثل المصري يغنيها، وفي إخراج العمل. إحنا عندنا كم كبير جداً من المبدعين في عالم الطفل دلوقتي قاعدين في البيت لما خلصنا قناة ديزني. أنا تخيلت إن هتتم الاستفادة من الناس دي كلها اللي هم روعة على فكرة. يعني عايز أقولك على حاجة، إنه مثلاً كان في فيلم أو مسلسل من ديزني معمول باللهجة، بلهجة الشوارع السود الأمريكان، الأفرو أمريكان، ليهم لهجة كده فهم عاملينها. لما جت مصر عملناها باللهجة البورسعيدي، ودي كانت فكرة جميلة. حد من الممثلين، دي معمولة بلهجة، إحنا ما تيلا نعملها بلهجة، فتعملت باللهجة البورسعيدي. وكان شغل حلو قوي. يعني قصدي اقول لك شوفي الابداعات بتروح فين والافكار المبتكره بتروح فين وبتتطور. يعني لو هو موجود هذا يعني كان مؤكد ان هيبقى في حصل تطور. كل هذه القدرات لم يتم استغلالها وموجوده لحد النهارده. ساره احنا كنا نقدر نعمل قناه اطفال باللهجه المصريه واحنا مستريحين، قناه تلفزيونيه واحنا مستريحين. معرفش ليه. وبعدين عالم سمسم ده اللي مكسر الدنيا في الوطن العربي، ما هو برضو عامله مصريين. يعني بكار الشخصية المصرية الجميلة أوي. ليه عندنا قسم فنون تحريك يعني في معهد السينما، أنا مش عارفة بيعملوا إيه. وكان عندنا مهرجان لسينما الطفل، مهرجان سينما الطفل. دلوقتي عندنا معهد فنون الطفل في الأكاديمية وده يعتبر جديد، لكن مش كفاية. طب مهرجان سينما الطفل أين ذهب؟ معرفش. يعني أظن أنه يمكن قريب، أو أظن أنه عملوا جزء في مهرجان العالمين لسينما الطفل لأن أنا عاملة له، أو للأطفال لفنون الأطفال لأن أنا عاملة له فويس أوفر، فأظن أن في جزء. أنا نفسي أنه يتعمل مهرجان سينما الطفل، مهرجان مسرح الطفل، مسرحة المناهج. يعني أنا مش عارفة إزاي المناهج مش بتتمسرح، مع إنه دي حاجة يعني ولادنا التلاميذ أو الطلبة في المدارس بيدرسوا مثلا شكسبير. شكسبير دي مسرحيات تتعمل مسرح. يعني أنا فاكرة لما كنا بنعرض الملك لير كان مدارس أجنبية كتير بتيجي عشان تتفرج، لأنه لير كانت مقررة عليهم آنذاك، أو شكسبير. ده حتى العلوم، يعني لو جسم الإنسان لما ينفع يتعمل مسرح، الفيزياء تتعمل مسرح. فأنا مش ويكسب، لأنه مثلا أنا يعني أنا شايفة مثلا أو أنا رصدت أنه هيئة المسرح في وقت من الأوقات أو البيت الفني للمسرح كان اللي بيصرف على البيت الفني للمسرح، اللي بيدخل فلوس للبيت الفني للمسرح هو مسرح العرايس والمسرح القومي للطفل. دول أكتر مسرحين بيصرفوا. ومسرح العرايس كان الحقيقه يشاهده الكبار والصغار، وعايش لحد الليله الكبيره لحد دلوقتي. النهارده صحيح بنشوفها بنتبسط بيها جدا كبيرة. جدا غير بقى اهميه الاهتمام بالطفل واهميه ان الطفل يبقى يتذوق من صغره، انه تعليمه يبقى تعليم ممتع.